أما أما انصبتي يا نهار اسود، ابني فين؟ اما الحقيني يا اما، الحقيني يا اما، ابني يا اما، ابني. صغير برضك ما بيردش عليا. انا ابني ضاع يا اما، ابني ضاع. طب ممكن تفهميني انت كنت بتكلمي مين دلوقتي؟ هكلم ابوه، هكلم مين يعني؟ ما بيردش عليا. يا لهوي، بقول لك ايه، احنا لازم نكلم الحكومه، هي اللي هتعرف تتصرف. قومي افتحي افتحي جري. يا رب والنبي يا رب والنبي يا رب. مين؟ ايه؟ فيها نوار اللي بتقول امك ده؟ نصيبه يا عم اسماعيل، ابني اتخطف. يبقى مفيش غير سليم الابيض، هو اللي عملها. احنا كنا بنراقبه طول النهار وشفناه مع الواد اللي اسمه خميس، وراحوا قابلوا حد تاني، شكلهم كانوا بيتفقوا على حاجه. قابلوا حد تاني مين؟ احنا صورنا لك كل حاجه، شوفوا هتعرفي مين. نهار اسود. مش معقول. انا متعبك. الو، لو عايز ابنك يبقى هتسمعي كلامي وهتنفذيه بالحرف الواحد ده، لو عايزه تشوفيه تاني. انما بقى اي حركه نص كم او رحت بلغت حبيب القلب حسن الونش يبقى مش هتشوف ابنك تاني. فكري بقى كده يا حلوه كويس قبل ما تعملي اي حاجه. صحيح ابنك في ايدي، لكن حياته متوقفه على كلمه منك. سلام. تمام كده؟ عايزك بقى تطمن على الاخر، والبيت هنجيبها هنجيبها. هتروح فين يعني؟